إدريس سليمان، أهلا ومرحبا بك سيد إبراهيم. في البداية، ما هي دلالة هذا الاستهداف ودلالة التوقيت وراء هذا الاستهداف؟ الاستهداف له بعدين. البعد الأول هو تصعيد ودخول طرف ثالث ما كان متوقع في هذه الإشكالية، اللي هو حركة الشباب التي عملت عملية قبل يومين في مطار الدولة الفيدرالية الصومالية. العنصر الثاني هو الدور الفاعل أيضا للأستاذ محمد إبراهيم مولي في قضية تحريك العملية السياسية بين مجلس الوزراء وبين رئيس الدولة ومع مجالس المجلس الاستشاري اللي هو في حاضنته رؤساء سابقين للدولة الصومالية. ثلاثة هذه العناصر أصبحت تتقاطع مع التقاطع الدولي أيضا وتأزمه، ودور محمد هو دور فاعل جدا في هذا الحراك. إلى أي درجة أثبت هذا التفجير وهذا الاستهداف ما يتحدث به كثيرون عن عدم جاهزية البلاد أمنيا لإقامة أي انتخابات فيها؟ بلا أدنى شك هذا التطور خطير، والدور العسكري أيضا من داخل الجيش بدأ يأخذ طابع سياسي، وبرز هذا في الصراع السابق بين رئيس الدولة ومجلس الوزراء، وتحديدا عندما استهدفوا جنرال دريد دردير اللي هو مسؤول البحر القطاع البحري، واللي هو كان مستهدف أراضي منه تم اتهام فيها رئيس الوزراء بالفساد. هنا يؤكد أن التطورات العسكرية هذه تطورات مخيفة قد تؤجل فكرة وفرصة احتمال التوافق نحو الانتخابات. طيب، برأيك هل هناك رابط ما بين هذا الخلل الأمني الموجود في الصومال والأزمة الأخيرة ما بين الرئيس ورئيس الوزراء؟ هو العنصر الأساسي هو الخلاف حول كيفية إدارة الانتخابات وكيفية لعب دور من أجل تجاوز هذه المرحلة الانتقالية اللي هي كشفت عن أزمة دستورية في داخل النظام وفراق دستوري يعني كامل الأطراف وأدوار للحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية. من هنا أنه بلا أدنى شك هناك ترابط بين الواقعين. التجاذبات السياسية أعادت إلى الأذهان فترة الحرب الأهلية، هل هناك مخاوف فعلا من دخول البلاد في حرب أهلية، أم أن وجود طرف ثالث وهو جماعة الشباب الإرهابية هو عدو لجميع الأطراف السياسية الموجودة؟ هو عدو وعدو مقلق، لأنه ده قد يستدعي أيضا تدخلات لبعض دول الجوار وأطراف دولية الآن أصبحت هي طرف أساسي في أنها تحرك العملية السياسية في الصومال، وده استدعاء لتأزيم مع الأسف الشديد بعد استقرار دام يعني من اتفاقية عرتة في جيبوتي إلى يومنا هذا رأينا تحولات مدنية متطورة جدا. الآن لأن قضية الفساد وقضية الجيش وقضية دور تفعيل الحكومة المركزية وتوقيف حجم التدخلات الخارجية من رئيس الدولة أدى إلى أن المسألة تتفاقم إلى هذا المسار العسكري. برأيك هل سيكون هناك دور للقوى الدولية لمنع دخول البلاد في نفق الاحتراب الأهلي مرة أخرى؟ سيكون دور مساعد، لكن ترجع العملية في النهاية عند الصومال بين مجلس الشيوخ والمجلس الاستشاري والعقلاء من الصوماليين بأنه يرأبوا هذا الصدع ومحاولة الوصول إلى اتفاق يتجاوز هذه الأزمة الدستورية والخروج باتفاقات مشتركة بين كل الأطراف، طبعا فيما عدا حركة الشباب اللي هي الطرف كما وصفتها أنت الطرف المعاكس للكل. طيب، رئيس الوزراء اتفق مع ولاة المناطق على إقامة الانتخابات خلال 40 يوما، إلى أي درجة هذا الطرح منطقي وواقعي؟ هو اللي فجر هذا الموقف. يبدو أنه اتفاقات هذه بتزعج أطراف أخرى وتحديدا حركة الشباب التي قامت بهذه العملية، ودي عملية خطيرة جدا أن تستهدف شخصيات سياسية بعينها يعني قد تكون ما رئاسية لكن لها دور فعال في يعني تصريف
قضية الأزمة الدستورية والاتفاقات الأخيرة اللي توصلوا إليها، هذا هو الذي أزعج هذه القوة. طيب، استهداف المطار ومن ثم استهداف شخصية حكومية بارزة، هل يعني دخول الصراع مع حركة الشباب الإرهابية مرحلة جديدة؟ ليس بذاك الوصف، لكن هو عامل يعني الشباب أثبتوا على مدى كل هذه المرحلة والتحولات السياسية أنهم طرف مغلق، لكنهم ليس بطرف حاسم باعتبار الحاضنة السياسية العميقة وسط القبائل وسط أطراف النزاع الصومالية قد تكون هي تردأ هذا الدور، لكن دورهم قد لن يكون حاسم بقدر ما أن يكون فقط دورا مزعج. المهم في هذا المسار أن الصوماليين تثبتوا على فكرة التفاوضات المشتركة بين الأعيان وبين المجالس التي ارتضوها لهم ككل أنها تكون هي الإطار الفعلي لحل هذه الأزمة الدستورية. الباحث في الشؤون الإفريقية إبراهيم إدريس سليمان من كولورادو، شكرا جزيلا لك.